اجبر علشان تزور، ما فيش حاجة اسمها اجبر علشان تزور الا اذا كان السيف في رقبته واكرها على شهادة زور لن تضر الاخر، لكن لو هتضر يموت ولا يفعل. الإكراه هنا العلماء يقولون لو أكره على قتل غيره فلا يجوز له ذلك، لأن نفس أخيه ليست إيش نفسه ليست بأعز عليه من نفس أخيه.